وإلى أخبار المحترفين، والبداية مع النجم محمد صلاح. تجهز الشركة الراعية لمعسكر المنتخب المصري في سويسرا والمقرر له يوم 19 من شهر مارس المقبل، مفاجأة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزية. وقررت الشركة تكريم محمد صلاح في ودية المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي على هامش حصوله على لقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2017. كما تستعد الشركة أيضا لتكريم نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، والذي احتكر جميع الجوائز الفردية العام الماضي. وما زلنا مع صلاح، حيث عبر الفرنسي تييري هنري مهاجم وأسطورة أرسنال السابق عن إعجابه الشديد بمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزية. وتحدث هنري عن أداء محمد صلاح في أول موسم له مع ليفربول وتخطيه وتحطيمه للعديد من الأرقام الخاصة بالنادي والدوري الإنجليزي الممتاز أيضا. وأشار هنري أن انضمام محمد صلاح لليفربول وتألقه بهذا الشكل كان أهم من الإبقاء على صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو الذي رحل إلى برشلونة الشهر الماضي. وما زلنا في انجلترا، حيث وجه محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وارسنال الانجليزي رساله خاصه الى الطفل الذي ظهر باكيا في مدرجات ملعب ويمبلي بعد هزيمه ارسنال امام مانشستر سيتي بثلاثيه يوم الاحد في نهائي كاس الرابطه الانجليزيه. وكتب النني عبر حسابه الرسمي على تويتر: دموعك غالية جدا لنا جميعا، ومن أجلها ومن أجل جميع مشجعي أرسنال أعطى القتال لرسم الابتسامة على وجهك. وفي اليونان، كشف عمرو وردة لاعب أتراميتوس اليوناني عن السبب الرئيسي لرفضه الانتقال لفريق الهلال السعودي. وقال وردة: تلقيت عرضا للاحتراف في الدوري السعودي وبالتحديد في نادي الهلال، ولكني رفضت هذا العرض وفضلت الاحتراف في أوروبا. وختم وردة حديثه: السعودية قدمت لي الكثير، وسأدعم أي لاعب سعودي سيحترف في الدوري اليوناني. وفي تركيا، يزين محمود حسن تريزيجيه جناح المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف قاسم باشا التشكيلة المثالية للجولة 23 من الدوري التركي. وسجل تريزيجيه هدف فريقه الثاني في شباك قيصر سبور بالمباراة التي جمعتهما ضمن فعاليات الجولة 23 بالدوري التركي، وانتهت بهزيمة قاسم بثلاثة أهداف لهدفين. ظهر مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف أهلي جدة بالزي السعودي أثناء حضوره حفل زفاف زميله في الفريق أحمد الزين. ونشر زكريا صورة تجمعه بزميله أحمد الزين عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق عليها قائلا: ألف مبروك ويا رب تكون حياة سعيدة عليك.